اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن التهاب القولون التقرحي. والتهاب القولون التقرحي هو عباره عن احدى امراض الامعاء الالتهابيه اللي بيتميز بالالتهاب المزمن في الطبقه السطحيه المخاطيه وتحت المخاطيه للقولون والمستقيم، واللي بيكون تقرحات مستمرة فيها. والعرض الأساسي لالتهاب القولون التقرحي النشط بيكون عبارة عن إسهال مصحوب بالدم وألم وتشنجات في البطن، كمان ممكن يحصل فقدان في الوزن وحمى وفقر دم. وفي كتير من الأحيان ممكن الأعراض تظهر ببطء وبتكون تتراوح ما بين أعراض خفيفة إلى شديدة، وعادة بتحصل الأعراض بشكل متقطع مع فترات من عدم وجود أعراض ما بين كل هجمة وهجمة. وعادة بيصنف الأطباء التهاب القولون التقرحي على حسب مكانه، فمثلا لو اقتصر الالتهاب على منطقة الشرج والمستقيم بيسمى التهاب المستقيم التقرحي، وفي الحالة دي بيكون نزف المستقيم هو العرض الوحيد للمرض. ولو كان الالتهاب شامل الجزء السفلي من القولون المستقيم بيسمى في الحالة دي التهاب القولون السيني والمستقيم. وفي الحالة دي بتشمل الأعراض إسهال دموي وألم وتشنجات في البطن مع الإحساس بالرغبة في التبرز مع عدم القدرة على ذلك، اللي بنقول عليه بالبلدي كده التعنية أو الزحار. ولو كان الالتهاب شامل المستقيم والقولون السيني والقولون النازل بتشمل الأعراض والعلامات إسهال دموي وألم وتشنجات في البطن وفقدان وزن غير مقصود، وعادة تشنجات البطن دي بتكون على الجانب الأيسر. ولو كان الالتهاب شامل القولون بالكامل عادة ما بيسبب نوبات حادة من الإسهال الدموي، وكمان ممكن يسبب ألم وتشنجات في البطن وفقدان ملحوظ في الوزن. ولو كان التهاب القولون التقرحي حاد وشديد بيسبب كمان حمى ونزف وعدم القدرة على الأكل. كان زمان بيعتقد إن الضغط النفسي والنظام الغذائي هما السبب في القولون والتهاب القولون التقرحي، لكن دلوقتي ما عادش حد بيتبنى النظرية دي، ووجدوا ان فقط ان النظام الغذائي والضغط النفسي ممكن يساعدوا في تفاقم اعراض التهاب القولون التقرحي، ولكن لا يسببوا التهاب القولون التقرحي في الاساس. احد الاسباب المحتملة والنظريات بتقول إن وجود خلل وظيفي في الجهاز المناعي ممكن يسبب التهاب القولون التقرحي. يعني لما تصاب ببكتيريا أو فيروس، الاستجابة المناعية نفسها لجهازك المناعي ممكن تهاجم خلايا الجهاز الهضمي نفسه مسببة التهاب القولون التقرحي. كمان يبدو ان الوراثة بتلعب دور في الاصابة بالتهاب القولون التقرحي. يعني لو في حد في العائلة عندك مصاب بمرض التهاب القولون التقرحي، فحضرتك في الوقت ده هتكون اكثر عرضة انت كمان للاصابة بالمرض. مع ذلك وجد بعض الناس المصابة بالتهاب القولون التقرحي ما عندهمش تاريخ عائلي للاصابة بمرض التهاب القولون التقرحي. التهاب القولون التقرحي بيصيب الرجال والنساء بنسب متساوية تقريبا، ولكن في بعض عوامل الخطر اللي بتزيد من معدل الإصابة بالتهاب القولون التقرحي زي العمر مثلا، لأن وجدوا إن عادة ما
بتبدأ الإصابة بالتهاب القولون التقرحي في سن 30، ولكن برضو وجدوا إن ممكن يحصل إصابة لأعمار مختلفة من الناس، وساعات في بعض الناس كمان ما بيتمش الإصابة عندهم بمرض التهاب القولون التقرحي إلا بعد سن 60. أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي هم أصحاب البشرة البيضاء، لكن برضو كمان في نفس الوقت ممكن إنه يحصل لجميع السلالات. واليهود الأشكناز هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون التقرحي دون غيرهم، وممكن تكون أكثر عرضة للإصابة لو كان في أحد الأفراد المقربين من العائلة مصاب بنفس المرض زي الأخ الشقيق والأب. الأعراض دايما ما بتختلف حسب مكان الإصابة وشدة الإصابة. بتكون الأعراض مثلا زي الإسهال المصحوب بالدم أو الصديد، ألم في البطن وتشنج، وألم في المستقيم. كمان ممكن يكون فيه نزف في المستقيم وشعور دائم بالحاجة للتبرز مع عدم القدرة على التبرز. كمان ممكن يشعر المريض بالتعب والإرهاق والحمى وفقدان الوزن. والإصابة بالتهاب القولون التقرحي في الأطفال بتسبب لهم عادة تأخر في النمو. أخطر مضاعفات التهاب القولون التقرحي هو النزيف الشديد، وكمان ممكن في حالات الإصابة الشديدة يحدث انصقاب في القولون. كمان الجفاف الحاد وهشاشة العظام، وفي أحوال نادرة ممكن يحصل بعض أمراض الكبد مصاحبة لالتهاب القولون التقرحي. كمان ممكن يحصل التهاب للجلد والمفاصل والعينين، وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والتورم السريع في القولون اللي بيسمى تضخم القولون السمي، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالجلطات في الأوردة والشرايين. بيتم تشخيص التهاب القولون التقرحي بعد استبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، وبيقوم الطبيب بعمل بعض الفحوصات والتحاليل للمرضى المشتبه في إصابتهم بالتهاب القولون التقرحي. الفحوص دي بتشمل الآتي: بيتم عمل صورة دم كاملة للمريض للتحقق من الإصابة بفقر الدم أو التحقق من علامات العدوى عند المريض، وكمان بيتم عمل تحليل دم خفي في البراز بالإضافة لمنظار القولون اللي بيمكن الطبيب من رؤية القولون بشكل ممتاز، وأخذ عينة من النسيج المصاب بالالتهاب. وأحيانا بيطلب بعض الأطباء أشعة مقطعية من المريض بصبغة البريم، وحتى كمان ممكن بعض الأطباء بتطلب أشعة رنين مغناطيسي MRI. إن شاء الله انتظرونا في الفيديو اللي جاي، هنتكلم عن طرق علاج التهاب القولون التقرحي، وأتمنى المعلومة البسيطة دي تكون فادت حضراتكم. شكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.